الاهلي واحد من اللي كانوا بيمتعونا بقى بس في قلب الدفاع هو الكابتن احمد السيد. كابتن احمد برحب بيك ومعلش مسهرينك. عامل ايه؟ اخبارك ايه يا كابتني؟ طبعا وبرحب سامو حسني طبعا اخويا وابو كابتني. لا انت ميسي. كابتن احمد احنا بنتكلم في حلقه اليوم عن معسكر النادي الاهلي في اسبانيا والكواليس ويعني وجود حضرتك معايا مهم جدا وعايز اعرف منك ذكرياتك واهميه وجود معسكر يجمع لاعبي كره القدم خاصه في النادي الاهلي قبل بدايه موسم، لكن الموسم ده موسم يعني موسم صعب جدا، لسه الاهلي بيعسكر علشان يستعد للموسم الماضي وايضا يستعد بيه لموسم حالي. طبعا بص هو المعسكر ده طبعا مهم جدا خصوصا ان انت بيبقى في بدايه موسم طبعا يعني بعيد عن الظروف اللي حصلت في السنه دي ان انت المعسكر وانت بتكمل دوري بيه مهم جدا طبعا انت بتهيئ اللعيبه بتاعتك للموسم الجديد بتلعب ماتشات قويه جدا بره الاجواء نفسها مختلفه تركيز اللعيبه ده برده ما يمنعش ان يبقى في طبعا كان في كوميديا طبعا كان اسامه منهم طبعا يعني لما الناس ما تعرفوش ان اسامه دمه خفيف جدا بس يعني هو طب ما تحكي لنا طيب احكي لنا الشيخ اسامه دي لكن ده دمه خفيف جدا يعني بس هو مسخره يعني طب يا كابتن ما فيش كده كابتن مواقف جمع بينك وبين الكابتن اسامه كده بره الكواليس كان مواقف كوميديه مواقف دمها خفيف في المعسكرات؟ لا لا هو احسن موقف هو فاكره لما كان معايا الوش المرعب وكنا في جنوب افريقيا فاكر بس ده في ماتشات افريقيا مش معسكر ده محمد بس ده تحت بند المعسكرات يعني تحت بند طب ايه اللي حصل كابتن ايه اللي حصل كابتن احمد بص انا كنت جايب معايا وش مرعب وهو كان قاعد معايا في الاوضه فانا بقول له انا قلت له اسمع انا معايا وش فاحنا بنعمل الـ الخطه ان احنا نخض بيها الناس فانا قلت في دولاب كده اخش فيه وهو اسامه يستقبل الناس وانا اطلع عليهم مره واحده وهو ما كانش شاف الوش لسه فانا استخبيت هو بقى اللي داخل مش واخد باله وقع اول ما دخل وقع على الارض فاكر اسامه في جنوب افريقيا اتخض على طول ها اتخض على طول بس كابتن احمد دمه خفيف طبعا اتسرع كابتن احمد دمه خفيف من اخف الناس اللي لعبت الكوره اللي كان يا كابتن اسامه بيهون عليكم المعسكر كابتن احمد السيد احمد السيد كمان دمه خفيف ومن ارجل اللعيبه كمان اللي كانت موجوده في النادي الاهلي حبيبي يا اسامه طبعا انا يعني من الناس الفراوده والله العظيم بجد يعني اللي انا كنت برتاح جدا في الملعب واسامه كان من الناس اللي فعلا بيجيب جون من نص فرصه يعني فعلا كان بيطمني فعلا لا يعني من الفراوده فعلا المميزين جدا في تاريخ النادي الاهلي. كابتن احمد عايز اخد رايك في مباراه الاهلي والمقاولين اللي جايه واستعداد الاهلي بالمعسكر اللي يخوض اهم لقائين في بطوله الدوري المقاولين والزمالك، انت عارف ان هم لقائين مهمين جدا جدا النادي الاهلي كان وجوده في المعسكر للتركيز علشان كمان مستر مارتن لاسارت يبدا يحط وجهته الفنيه والتكتيكيه في الملعب. طبعا هو يعني الماتشين طبعا ما فهمش النقاش طبعا الاهلي لازم يكسب الماتشين دول طبعا اللعيبه تعمل كل ما بوسعها عشان تكسب الماتشات دي لان طبعا ده انت كنت بعيد جدا وقربت من نادي الزمالك وبقيت اول دوري فطبعا انت محتاج ان تركيز عالي جدا في الماتشين دول لان ده دوري وده تحدي يعني تحدي مع نادي الزمالك بالذات ومع الفرق المنافسه ان انت كان الزمالك كان هو الاول وانت بدات ترجع تاني وبقيت الاول فانا شايف ده موسم استثنائي عمره ما حصل من فتره ان الفرق بين الاهلي والزمالك كده يبقى نقطه ونقطتين وانت بتنافس مع الزمالك لاخر ماتش طول عمرنا كان بيبقى الفرق بتكسب الدوري قبل نهايه الموسم بسبع ماتشات وثمان ماتشات واعتقد اسامه عارف الكلام ده ان احنا كنا يعني بننهي الدوري قبل الموسم بسبع ماتشات اول مره يفضل لحد النهايه كده فيعني ان شاء الله يعني اتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تركز في الماتشين الجايين دول لان ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم ودوري صعب جدا بالنسبه لهم. كابتن احمد كان في ليك حد كده كان في المعسكرات دايما بتعذبه او هو بيعذبك كنت دايما كده عاملين زي قط وفار ولا مفيش غير موقف الوش ده اللي تتذكره في سفريات إينو جنوب افريقيا؟ لا اينو كان على طول لا اينو كان لا يعني اينو ده بجد يعني شخصيه كوميديه جدا بص احنا 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 دلوقتي عارضين بص يا كابتن احمد ده في اليابان ده بص يا كابتن احمد احنا عارضين دلوقتي على الشاشه موقف في كاس العالم تقريبا او كاس العالم للانديه في اليابان 2006 وكان في يعني بقى طبل وزمر وكابتن احمد السيد كان هو اللي ايه هو كان القائد قائد الاوركسترا قدامنا على طول كده كنا على طول كده ده. لا بس هو الجيل بتاعنا ده كان يعني بيتميز بكل حاجه يعني في الملعب تلاقيه رجاله في الهزار تلاقيهم كلهم دمنا خفيف حتى ابو تريكه يعني الناس كلها فاكره ابو تريكه ده يعني شيخ وما بيهزرش وقفش ده كان اسامه ده افيهات وضحك هو بيقول الافيه بيضحك عليه يعني هو بيقول الافيه بتاعه بيضحك عليه طب احكي لي اينو عملت معاه ايه؟ اينو عملت معاه ايه؟
لا لا اينو ده اينو ده اينو اينو لا اينو اينو وحسام عاشور مع بعض بقى في الحوارات بينهم، وسام عارف القصص دي بقى اللي كانوا بيعملوا مع بعض يعني. كانوا بيحطوا لبعض صمغ في الجزم بتاعتهم اللي مروحين بيها وحاجات كده، كانوا مشتغلين مع بعض شغل جامد الاثنين يعني. والله يا كابتن احمد يعني انتوا كنتوا جيل محترم وجيل بصراحه يعني عملتوا انجازات، عملتوا بطولات، يعني كنتوا من اهم الاجيال اللي جت على تاريخ النادي الاهلي. يا كابتن احمد يعني عايزينك بقى، عايزك في حلقه معايا، عشان للاسف كل ما بظبط حلقه معاك بيحصل ظرف خارج. 15 حلقه دلوقتي انا وانت ما جيناش مع بعض، كل مره اجي واتفاجئ تتغير معرفش. معلش انا كابتن الحظ وحش يا كابتن احمد يعني، فاهو يعني على الهوا اهو، لازم يا كابتن حضرتك تطلع معايا حلقه عشان اطلع منك الكواليس والاسرار. ونفسي طبعا اطلع مع اخويا اسامه، لان اسامه كان بيقعد معايا في الاوضه وبجد من الناس المحترمه جدا، خلقا ولعبا وحد محترم جدا يعني. طب انت يا كابتن احمد كنت بتنام يعني متاخر شويه، كابتن اسامه كان بينام بدري شويه، كنت ازاي بتعرفوا تنظموا الموضوع ده مع بعض؟ لا لا والله انا بنام بدري على طول. لا انا كنت بلعب بنام بدري. لا يعني بينام بدري يعني من 10 بينام؟ لا لا مش 10، لا لا 10 كان وائل جمعه وبوتريكا 10 يناموا والفجر يصحوا ويقعدوا بقى لحد الماتش بقى. لكن احنا بقى كنا الجمعه 12 واحده كده، مش بنسهر مثلا للسته، لا لا 12 واحده كده ننام يعني. كابتن احمد يعني بحكم مجال شغلك دلوقتي وانك بتتعامل مع جيل مختلف واعمار مختلفه وصغيره، والمنتاليتي او التفكير اختلف شويه ما بين الجيل الحالي والجيل السابق، عايز اعرف وتقول لي بما انك كابتن من كباتن النادي الاهلي، ايه اللي اختلف في عقليه الجيل الحالي والجيل السابق، وهل يعني العقليه ممكن تاثر على مستواهم الفني داخل الملعب؟ بص انا يعني عامه انا احب اللعيب اللي عنده روح. تمام. هي دي اللي فرقه، هي دي اللي فرقه الجيل بتاعنا عن الجيل بتاع دلوقتي، حتى في المنتخب دلوقتي والمنتخب زمان. واسامه كنا في ناشئين الاهلي مع بعض، كان اسامه اصغر مني بسنتين لكن على طول كان متصاعد معانا. فعلا احنا من صغرنا، احنا كان حتى احنا في الناشئين بينا وبين بعض في التسليمات بينا بنقتل في بعض. لا انا بقى انا على طول، فانا وسام يخش فيا انا اخش فيه. وسام مره كسر لي ذراعين بالمناسبه يعني، حتى كان في موقف كده طريف كده، كابتن خطيب زار من المستشفى فبيقول لي مين عورك؟ قلت له سام حسني. قال لي يا ابني انت متاكد؟ وكان وسام ساعتها يعني كان وسام متجوز بنت كابتن خطيب، قال لي انت متاكد؟ قلت له انا بيهش ولا بيدش؟ قلت له يا كابتن بقى جت فيها. لا ده خلي بالك مستر مانويل بعد ما رجع بقول له، بيسالني انا بقى واحمد السيد في جنبي، قال لي انت كنت واكل ايه يومها؟ قلت له واكل موز. قال لي واكل موز وكسرت له بالعين. ففعلا لا فعلا الاختلاف فعلا واضح يعني. احنا كنا حتى فرقتنا احنا يعني لو كنا حتى في الجيل بتاعنا مثلا فرقه نقل علينا مثلا خمس ست نقلات، لا تلاقينا كلنا وانا طالع من ورا عامل تاكلينج واسامه بيغل وده بيضرب، ما عندنا غيره على الفرقه. بحس دلوقتي لا عادي، الموضوع عادي يعني، انت فرقه تنقل عليك فرقه تكسبك عادي يعني. يعني يا كابتن احمد يعني زي ما قلت تاني، واحد من اللعيبه الرجاله جدا في مركز قلب الدفاع، واحد من اللعيبه اللي دايما لما كان الاهلي بيستعين بيك كنت دايما بتبقى موجود على اكمل وجه، وعصرت اجيال كتيره جدا واهم من الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. كابتن احمد خلاص حلقه اهو، هظبط معاك حلقه الاسبوع اللي جاي تكون موجود فيها معايا علشان نطلع منك الكواليس والاسرار اللي مش حدش بيعرف يطلع منك غيري ان شاء الله. حبيبي كابتن احمد طبعا معاك يعني، وقناه النادي الاهلي بيت يعني. ربنا يخليك كابتن احمد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن احمد السيد كابتن النادي الاهلي، واحد من نجوم خط الدفاع اللي كانوا موجودين في فتره الجيل الذهبي مع مستر مانويل جوزيه، ومع ايضا الكابتن اسامه حسني كمان زميله وكابتنه في قطاع الناشئين والنادي الاهلي. يعني اكيد دم خفيف جدا يا كابتن اسامه، واحد من اللعيبه الرجاله. حضرتك قلت كلمه